البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان بمساهمة كولغات يقدم نصائح الدكتور سنينات. مرحبا يا أطفال، أنا الدكتور سنينات، أرنب شديد الذكاء. الاختصاص ديالي هو النظافة وصحة الأسنان. جبت معايا الحقيبة ديالي، بغيتوا تعرفوا شنو فيها؟ غادي تعرفوا من خلال الرحلة العجيبة اللي كنقترحها لكم في عالم الأسنان. شوفوا، عندنا ثلاثة الأنواع ديال الأسنان. أولا القواطع، القواطع كيصلحوا للتقطع للتقطع للتقطع. ثانيا الأنياب، الأنياب اللي كيصلحوا للتمزيق التمزيق التمزيق. وفي الأخير عندنا الأضراس، الأضراس الأضراس كيسوع المضغ المضغ المضغ. كل سنة كتكون من ثلاثة ديال الطبقات. أولا المينا، هو الغلاف الخارجي اللي كيغطي وكيحافظ على السنة. من بعد تنصيبه العاج اللي تيكون الذات ديال السنة، وهذه طبقة قوية بزاف. وفي الأخير يا أطفال، في الداخل ديال كل سنة كاين اللب اللي كنصيبه في قلبه العروق ديال الدم اللي كيغذيو السنة. اشنو هذا؟ هذا ميكروب بالعدو الكبير ديال السنان. خاصكم تردوا بالكم وتعلموا تحاربوه. الا ما حكينا شي سناننا مزيان، كيبقاو الطريفات ديال الماكله حاصلين بين السنان. الميكروبات كيهجموا على السنان في الاماكن اللي ما تحكوش مزيان. شوفوا كيفاش كيتسبوا في السوسة. كيهجموا على الطبقة الأولى اللي هي المينا ديال السنة اللي ما تنطفاتش مزيان. من بعد كيدخلوا الطبقة الثانية اللي هي العاج، ثم كيوصلوا للب، وهكذا سناننا كيوجعونا بزاف بزاف بزاف. إلا كانت السنة كتوجعكم إذن راها مسوسة. هذا الطفل ما نطفش سنانه مزيان. شوفوا كيفاش وجهه من فوق، ما بغيتوش يوقع لكم بحاله. غادي نعطيكم ربعة ديال النصائح باش تحاربوا السوسة. اولا تغذية كاملة صحية ومتنوعة اللي كتساعد على نمو الاسنان والتقوية ديالهم. ولكن الى كثرتوا من الحلويات خاصكم تنتبهوا بزاف. هاد السكر الى بقى في الفم كيساعد الميكروبات اللي كتسبب في السوسة. ثانيا عندنا وسيله مهمه اخرى، هي فرشات باش نحكو سناننا مزيان. هيا بنا وبالفرشات لنحارب الميكروبات. شفتيو، ضروري من بعد كل وجبه اكل نحكو سناننا باش نزولوا البقايا ديال الماكله اللي كتلصق في السنان. ولكن كيفاش نعملوا باش نحكو سناننا مزيان؟ غادي نعلمكم على طريق هذه الأغنية الصغيرة. ناكل يوم الأحمر الأبيض الفوق التاج من لسان الأسنان. ما تنسى خريطة لي الدخل نطفهم مزيان بطريقة دائرية. حفظتوها ولا مازال؟ عاودوها معايا مرة أخرى. نعم يا أطفال، كل ما حكيتوا سنانكم مزيان غادي يبقاو سالمين أو في صحة جيدة. وما تنساوش تحكوا سنانكم بعد كل وجبة أكل. ولكن نظافة جيدة كيخصها من الضروري الوسيلة الثالثة باش تكمل. هاد الوسيلة ها هي معجون الأسنان بالفليور. الفليور عنده فعالية للوقاية من السوسة وكيساعد على تقوية وسلامة الأسنان.
شوفوا في كل دنضيف الفليور كيدخل في الميناء ديال سنانكم وكيقويه، وهكذا ملي الميكروبات كيبغيو يهجموا على الميناء ديال السنان تيصيبوا السنان صحاح وما يقدروش يسوسوهم، وهكذا الا كانوا السنان صحاح ما تتعرضوش للسوسه. والان الوسيله الرابعه حسب الاستطاعه، زياره منتظمه لطبيب الاسنان صديق كل الاطفال باش يقلب ليكم سنيناتكم. ودابا باش نختصروا، غادي تعودوا معايا هاد القواعد الاربعه لمحاربه السوسه. اولا تغذيه كامله صحيه ومتنوعه. ثانيا تنظيف الاسنان بالفرشاه بعد كل وجبه اكل. ثالثا معجون الاسنان فعال بالفليور. رابعا استشاره طبيب الاسنان بصفه منتظمه. مزيان، حفظوا هاد النصائح اللي عطيتكم طبقوها وغادي يكون عندكم سنان بويض قويين. قدمت لكم هذه النصائح من طرف وزارة الصحة العمومية بمساهمة كولغات.